بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنخش في موضوع الاثنتيكيشن. طبعا أنت عندك السيرفر اللي تقدر تضيفهم، ده اكسترنال سيرفر. فأنت عندك هنا حاجة اسمها أكتيف دايركتري، ده طبعا مايكروسوفت أكتيف دايركتري. في عندك ال داب، طبعا ال داب ده كده أوبن ستاندرد بروتوكول، يعني مش ممكن تضيف مايكروسوفت ال داب أو تضيف لينكس ال داب، ده كده أوبن ستاندرد، يعني مش لازم تضيف مايكروسوفت. عندك مثلا ريدياس سيرفر، عندك هنا تكاكس سيرفر، عندك اي دايركتري اللي هو النوفل دايركتري بيكت نوفل، عندك الايجر اي دي اس اس او ده الجديد اللي موجود عندك في الفيرجن، موجوده كانت موجوده قبل كده ماشي، بس الجديد في الايجر اي دي اس اس او ان انت تقدر تستخدمها في موضوع الكابيتال بورتال. يعني عندك هنا طبعا بعد ما تفعل السيرفر، السيرفر اللي انت عايزه، مثلا احنا عندنا مثلا اكتيف دايركتري هنسميه اي دي مثلا 01، والسيرفر مثلا ممكن نقول له 192.168.10.2.1 10 22، نيجي نقول له اس اس ال ونقول له مثلا هنا سوفوس دوت اللي ده ايه النت باي ستوري ادم، ونقول له هنا سوفوس دوت اللي داب بتقول لي داب، ونحط له هنا دي كي صح اللي داب لا مظبوطه، نقول له الباسورد بتاعتنا. بنيجي هنا ممكن ده اتريبيوت اوبشنال، يعني انت ممكن هنا ده كله اوبشنال، تقول له الدومين نيم هنا ادم دوت كوم، ونيجي هنا نقول له الكويري هيبقى دي سي ادم دي سي كوم، ونقول له اوكي، ونيجي نقول له تيست كونكشن. طبعا هنا طبعا ادم هو دي كيو ولا ايه؟ تعال سوفوس اللي داب ممكن يكون الباسورد مش مظبوطة أو اللوجن مثلا، سوفوس اللي داب على طول، ما فيهاش دوت، سوري ما فيهاش دوت، خلاص ماشي. ممكن هنا ما فيهاش دوت، هي مظبوطة بس هنا ما فيش دوت، نقول له سيف ونرجع تاني نقول له تيست كونكشن، طبعا اوكي. طبعا تاني نقول له بس 02، ونيجي هنا نقول له الباسورد وهنا اد الكوري اللي موجودة، ونقول له اوكي ونتست الكونكشن اوكي، نقول له سيف. طبعا ده 03 معلش، نقول له تست الكونكشن، نقول له طبعا دي كمان كده تمام. هنيجي نقول له طبعا السيلف ده لازم تحدد فيها الكلام ده، وتيجي هنا لو انت عايز في الفايروول ده طبعا في بين بورتال، طبعا اي بي سيك لو انت عايز تخليها برضو ان هو يستخدم الاكتيف دايركتري في عملية الاوثنتيكيشن ممكن تقول له اوكي ده سيم. لو انت عايز تستخدم مثلا الاس اس ال ممكن تقول له ذا سيم كونفيجريشن براحتك. اليوزر بورتال اوثنتيكيشن هنا الادمنستريشن ممكن تقول له براحتك انت عايز اللي انت عايزه. ممتاز كده. تقدر هنا في الجلوبال سيتنج اللي هو الماكسيمم سيشن تايم اوت ممكن تحددها، ممكن تيجي تقول له مثلا هنا 1044 وتيجي تقول له كذا لوجن، تقول له مثلا كذا، يعني ممكن تحددها ممكن براحتك. يعني اكتيف اس اس او سيتنج انتل ام اند كيربوس مثلا ان اكتيف تايم ممكن تخليها 1044، وممكن تخليه داتا ترانسفير ممكن تقول له مثلا ابلاي. ده عندك اللي هو لو كلاينت سيتنج
الاي بي اي طبعا هنا الاس اس او يوزنج ريدياس اكونت، تقدر تديله هنا الكلاينت وتبدا تضيفه وتشير دي سيكريت كي. ماشي، تعال نروح هنا نقول له اونبورد اي واحد فيهم، نقول له ستارت ونقول له الكويري نيكست، وهبدا اقول له في الاتش كيو وهبدا اقول له جروب ويوزرز بس مش عايز اكتر من كده، واقول له نيكست. اوكي كده انا ايه عمل سكسسفولي عندي سيرفيس. هنا لو جيت هنا في الجروب هتلاقي نزل عندي كل حاجة اليوزرز وكذا، وهنا اليوزر مش هتبان الا بعد عملية الاوثنتيكيشن. عندي هنا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن واحنا لسه متكلمين عنها، والويب اوثنتيكيشن في عملية الاس اس او في حالة ان هو اكتيف اس اس او اس كونفيجرد، في حالة ان هو الميكانيزم اللي هيستخدمه انتل ام او كيربروس، في حالة ان هو فشل في دي هيفتح الكابت بورتا. هنتكلم على الكلام ده قدام شوية. تعال نروح للاستاس هنقول له اوبن ونقول له اكتيفيت. هنا في يعني الصح النوت ريكومندد ان انت ما يعني انت في الانفايرومنت الكبيره ما تقللش عن 45. يعني ايه ما تقللش عن 45؟ يعني سيبها زي ما هي ما تقللهاش عن 45. طبعا انا هنزل الاستاس على تو دومين، فانا اقول له اول واحد 192.168 10 22. ماشي طبعا بقى يا جماعة هنا أنا عندي دومين اللي هو الاستاس هينزل على الاثنين، فطبعا اعمل سبريت. يعني ايه؟ ما تخليهمش في نفس الجروب. ليه؟ لأن في ناس هتروح تعمل لوجن من الاديشنال وفي ناس هتعمل لوجن من البرايمر، فريكومندد خلي الاستاس الاثنين عشان يشتغلوا هما الاثنين اكتف اكتف مع بعض. لو انت عندك كولكتور يعني الاستاس كولكتور نازل على ممبر سيرفر مش نازل على الاكتف دايركتوري، خليه زي ما انت خليها مثلا في جروب واحده وخلي واحد اكتف والتاني باك اب. ماشي ما فيش مشكله عندي، بس الاثنين لان الاوثنتيكيشن هيتم عن طريق الاكتيف دايركتوري اللي هو الايجنت، والايجنت هيكولكت الداتا للكولكتور، الكولكتور هيبعتها للفايروول. فكده انا ايه ما عنديش مشكله. تعال نروح للاستاس هنعمل له داونلود، نقول له داونلود، نقول له داونلود. طبعا ده الـ authentication client، ده الايجنت بتاع سوفوس اللي هو هينزل ام اس اي، ممكن تبوش عن طريق الـ عن طريق جروب بوليسي، ممكن مثلا الام اس اي فايل بالسيرتيفيكت بتاعته، ممكن تيجي تقول له داونلود فور ويندوز، فور ويندوز ممكن تاخده هنا سيت اب نيكست نيكست على الاجهزه، او ممكن تبوش عن طريق مثلا جروب بوليسي او عن طريق سي اس ام الفايلات دي، وده للماك وده للينكس وده لينكس 64 وده للاي او اس، ده السيرتيفيكت وده ل فين الاندرويد، اندرويد فين ده الاندرويد الماك لينكس في الاندرويد ده الاندرويد. ماشي تعال نشوف هنا الداونلود فايل كده نزل ان شاء الله كي. هناخد ده اللي هو كوبي كده ننزله على تو تو اكتيف دايركتري.
طبعا هعمل هنا سيت اب، خلينا نعمل سيت اب. انا هعمله يعني ده اول سيناريو، اللي انا هنزلهم الاثنين فول ستاس على تو فاير على تو اكتف دايركتري. والتاني هعمل ان هو الايجنت على الاكتف دايركتري والكولكتر على ممبر سيرفر، هعملها بعدين مشكلة. بس خلي بس ده بس كده، نقوله نيكست فينيش. والسيت اب بتاعته السيت اب بسيطة يعني، هنا برضك نفس الكلام. نكست نكست فينش. طبعا هنا طبعا الفرق ما بين ايه، ان الايجنت ده ممكن ينزل على ممبر سيرفر عادي، على ماشين عادي، والكولكتر نفس الكلام، بس لازم يكون ويندوز سيرفر فاميلي، ما ينزلش على ويندوز 10 ولا الكلام ده. طبعا لو هتنزل الايجنت والكولكتر، هتنزل اللي هو السويت او الواحد، وتقول له مثلا انا عندي، انا عامل يوزرز للسوفو ستاس، هيبقى سوفو هيبقى ستاس كده، ستاس هيبقى الباسورد بتاعته. تعال نروح هنا الاول، تعال نشوف اليوزر برضو عشان نتاكد ان احنا اللوجن بتاعتنا مظبوطه. هنا الاستاس هو مكتوب سوفوس استاس، مش استاس، سوفوس استاس. تمام، ونقول له نكست فينيش. نفس الكلام هنا نقول له كده، هنا نقول له ادم، نقول بقى كده لوجن، نقول له باسورد. فينيش. تمام، اليوزر ده لازم يكون ممبر عندي في الباك اب، باك اب اوبريتور، وعندي حاجه اسمها ايفنت لوج ريدر. تمام كده ممتاز. لازم برضو يكون واخد بريميشن على السوفوس ترانسبيرنت، لازم تديله سكيورتي بريميشن، حاجه اسمها ايه، فول سوفوس ستاس. هنا تديله فول. اوكي، هنا بقى ايه، سوفوس ستاس فول. نفس الكلام عملته هنا، هروح اعمله هناك. هنا سوفوس هيجي هنا، يبقى ممكن اعمله بطريقة تانية على طول، اضيفه هنا مش لازم من تحت، اقوم قايل له هنا سوفوس دوت ستاس 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 سوري دوت ستاس، واجي اقول له نيكست ابلاي اوكي وتمام كده. تمام، لازم سوفوس ده يلعب مثلا هنا ك سيرفيس جي بي، هنقول له جي بي اديت، جي بي سوري جي بي اديت، ده اللوكال ام سي اس، ده اللوكال جروب بوليسي. هنقول له هنا هنا في سوفوس في السكيورتي، يا جماعه سكيورتي سيتنجز، حاجه اسمها اكونت بوليسي، في لا سوري، هنا لوكال بوليسي، في حاجه اسمها يوزر رايت، في حاجه اسمها ايه، لوجن از سيرفيس. لازم سوفوس ستات يلعب لوجن از سيرفيس. تمام، سوفوس دوت، تعال نقول له سوفوس هيجيب لنا بقى ايه، سوفوس ستات هنختاره. اوكي، نفس هنا كده هنعمله هناك. طيب هنلعب هنا، نقول له نفس الكلام security settings locals user and right، ونيجي نقول له هنا، نقول له سوفوس سوفوس
نيجي نقول له سوفوس ستاس ونقول له ابلاي اوكي. ده اول حاجه. تاني حاجه سوفوس لازما حاجه اسمها ايه؟ بص يا جماعه، انت هنا هوريك حاجه انا في الكتاب معايا. هنا الجهاز طبعا الايجنت لازم يمونيتور كل السكيورتي اوديت من الدومين. طب ازاي اصلا السكيورتي اوديت دي لازم تظهر عندي في السكيورتي اوديت او الايفنت فيور؟ رقمها كام؟ 4 7 6 8. طب دلوقتي عشان اظهرها لازم اروح اعمل كده، لازم اجي على الدومين اجي اقول له في الاوديت، هاجي هنا في اللوجن اقول له اوكي اوكي في هنا عندي في اللوجن ايفنت اوكي اوكي وهاجي هنا عندي في الادفانسد هنا برضك في حاجه اسمها ايه اكونت، هاجي هنا في الكيربروس هاجي اقول له هنا سكسسفولي، وهنا نفس الكلام في اللوجن هنا هقول له اوديت، هاجي هنا اقول له ابلاي اوكي. تمام، نفس اللي عملته هنا هعمله هناك. هاجي هنا تاني هنا في الاوديت، هاجي هنا في اوكي، انا هاجي في اللوجن وهاجي هنا في ادفانسد طبعا كيربروس، هنا في اللوجن اند لوج اوف طبعا، هنا في الاوديت لوجن طبعا اوكي. ماشي كده، انا ايه الخطوة التانية؟ طبعا في بورتات هتتفتح ما بيني وبين سوفوس والفاير وول وسوفوس والايج. طبعا هنا البورتات دي لازم تاخد بالك منها، اهم حاجة البورتات دي. في ناس بقى بتريح دماغتها وتقوم جاي ايه قافلة البورتات دي. بص يا جماعة، مفيش حاجة اسمها تقفل البورتات دي. انت هتيجي هنا، ده البورتات اهيت، هتيجي تفتح لي البورت اللي هو ويندوز فاير وول، هتيجي هنا في الويندوز فاير وول الادفانسد سيتنجز، هتيجي هنا في هتيجي تفتح لي اوبن بورت تقول له استاذ ايه البورتات اللي هتتفتح معاك يا عم احمد، اللي هي 5566 بي سي بي، في استاس هنقول له استاس بورتس ماشي اللي هو 5566، نقول له فينش. وايه تاني هنا في الانباوند؟ هنا في الانباوند عندي ما بيني استاس كولكتور لازما في الانباوند مع الفاير وول، ده الفاير وول في الانباوند يو دي اللي هي دي في الانباوند عندي عشان يكلم الفاير وول بس يو دي بي هنا 6677 ستاس بورت 6677 ماشي. طبعا هنا سوفوس فاير وول يو دي بي ده للكولكتر، هيبقى الاوت باوند جاي للاوت باوند، يعني الفاير وول هيكلم لا اللي هو الاوبن بورت ما بين الكولكتر وده، يعني الكولكتر هيروح يكلم الفاير وول على 6060، ده اوت باوند خارج منه، انباوند داخل له يعني. تمام، فنيجي هنا نقول له في الاوت باوند هنا بورتس 6060 بس يو دي بي طبعا، ونقول له allow connection سوفوس بورتس 6060 60 60، هنقول له finish. تمام، في عندك بورت تاني اللي هو بيعمل بي تيست، هو والكولكتور هيبقى في الانباوند والاوت باوند، يعني هنا في الانباوند 50 5000 ده الستس كولكتور هيسند الباكت تو الستس ايجنت
على كذا، والاستاس ايجنت نفس الكلام هيرسل له كلام، يعني هما الاثنين في الانباوند. وهنا 60-60 هنقول له بقى في الانباوند عندي برضك بس يو دي بي. تعالى نيجي هنا في الانباوند البورت ده يو دي بي 50,001 تاس بورتس 50,001. ده في عملية التستنج يا جماعة، وخلاها في الأوت باوند برضو عشان لو هو ايجنت تاني هنقول له 50,001 تاس بورتس 50,001 فينيش. تمام. عندك بقى ايه؟ طبعا الاستاس 60-60 طبعا هنا في الاي دي سيرفر اللي هو 6-6-7 و5-5، والاوت باوند الاوت باوند ده اللي هو طبعا ده الاي دي سيرفر ده اللي هو ال 135 و445 ده البولينج دبليو ام اي، وريجستري ريد اللي هي في اللي هو في الانباوند. والاوت باوند اف يوزنج لوج ديدكشن ده في الاوت باوند، ده في الاوت باوند بيقول لك لو اف يوزنج لوج اوف ديدكشن بينج في الانباوند اوت باوند هتستخدم الاثنين دول ال 50,000 برضه نفس الكلام اللي هو الكونفيجر سينك ما بينه وما بين الكوليكتور لازم البورت ده يكون مفتوح. طبعا احنا هنيجي هنا في البورت اللي هو 5000 ده، ممكن اجي اقول له في البروتوكول، ممكن اجي هنا اقوم قايل له اديت كده كوما وحاطط البورت ده معاه لان هو يدو بي. ونفس الكلام هنا في البورت ده تاني، هاجي هنا البورت ده واقوم جاي قايل له اوكي والله اوكي ماشي كده. هنا بقول لك في الاوت باوند لو انت ايه هتستخدم البورتات ديت كذا كذا if using بولينج دبليو ام او ريجستري كذا هتستخدم البورتات دي. لو انت هتستخدم الريجستري ريد لازم انت تفتح البورتات دي. تمام. هنا ماشي الاوت باوند برضو الاي سي ام بي. هتيجي في الاوت باوند بتاع السيرفر، تيجي هنا في الاوت باوند بتاعت السيرفر وهتيجي تقول له بورت 135 و 445 ماشي. نقول له ده في الاوت باوند، نقول له تاس بورتس 1-3-5 و 4-4-5 فينيش. وممكن طبعا هنا في حاجة اسمها دبليو ام فلتر ممكن اختارها هنا من هنا واقول له نكست، هتلاقيها موجودة اصلا اوريدي اكزيستنج موجودة فينيش اوكي. تعالى هنا قال لك ده سينك، ده في الورك ستيشن لازم اعملها في الانباوند دي، في الانباوند لازم ايه فعلا. تعالى كده هنا ايه على السيرفر التاني زي ما انا عملت هنا هعمله نودز فايرول، لازم هنا هفتح البورتات اقوله في الانباوند اللي هو التي سي بي 5566 بس بورتس الانباوند، واجي اقول له برضو هنا بورتس يو دي بي هيبقى يو دي بي، ممكن نقول له 6-6-7-7 وممكن نقول له 50,001 ونقول له 27,000 ممكن هنا كام 27,015 ممكن ده نعملهم كلهم مع بعض كده نقول له ستاس بورتس
ماشي، ممكن نقول له كده 6 7 7، ممكن نقول له كده 50,001، 50,001، ممكن نقول له كده، نقول له 7، ممكن نقول 27,015، نقول له فينيش. ماشي، ممكن نيجي هنا نقول له بورتس يو دي بي، طبعا هيبقى 60 60، 50,001 و27,000، وهنا اوكي 60 60 و27,001، نقول له استاذ استاذ بورتس فينيش. ممكن نيجي هنا نقول له البورت اللي هو 4 4 5 و1 3 5، ونقول له لو، نقول له 1 3 5 و4 4 5، نقول له فينيش اوكي. وهنا كده خلصنا من ناحية التو دومين. تمام كده، نقوم قايلين نروح للاستاس، هنا هنيجي نقول له النت بايس نيم عندي آدم، آدم، والدومين فول كواليفايد دومين نيم اسمه آدم دوت كوم اوكي. وهنا الاستاس ايجنت، طبعا هنا النتورك عندي هتبقى 10، المونيتور هو هيمونيتور عن انهي شبكة اللي هو ال10، لو عندك اكتر من شبكة هتضيفها. طبعا هنا لو الكوليكتور لازم انت تضيف التو كوليكتور هنا عندك، مثلا هنا هيبقى 192 168، 10 22، وتاني 192 168، 10 2 2 3. اوكي، هنا في الكوليكتور هو عندك 2، ممكن تقول له مثلا عن طريق ريجستر ريج او تمام. طبعا لو انت عن طريق ريجستر ال WMI، لو انت عن طريق الريجستر ريج لازم يكون ريكومندد ان ال RPC وال RPC لوكيتور وال WM سيرفيس شغال على الورك ستيشن عشان تقدر تشتغل عن طريق ريجستري اللي هو البولينج ميسجز عندك. ممكن تستخدمه عن طريق البنج، ممكن ورك ستيشن بولينج، يعني هنا ورك ستيشن بولينج هيستخدمه، ممكن تقول له بنج راحتك، يعني ممكن تقول له عملية البنج لازم بقول لك هنا، لو انت قلت له عملية الديتكشن هنا بيقول لك لو الاوت باوند اي سي ام بي اف يوزنج لوج اوف ديتكشن بنج، لازم تفعل في الاوت باوند البنج، لو عملية لو انت مفعل الديتكشن بينج، لو انت جيت هنا في الديتكشن عاملها بينج لازم أن تكون في الاوت باوند البينج مفتوح. ممتاز، ماشي اوكي، ده هنخليها 900. ماشي كتير او كده. وهنا ممكن نقول له اليوزرات بقى ايه اللي هي عملية اللي هتبقى اكسكلوجن معايا، هتبقى مثلا ادمنستريتور مثلا، عندي سوفوس اللي داب، عندي سوفوس ستاس، سوفوس ستاس دوت ستاس، ممكن تقول له ايباد سيرفرات عندك اللي هي مش عايزها اكسكلوجن، طبعا تقول له 10 3 2، وتقوم قايل له اللي هو الاديشنال، وهنا تقول له مثلا ال3 وحاجات ديت السيرفرات اللي انت اكسكلوجن من عملية ده. طبعا الادفانسد هنقول له مثلا هنا 25 25 وريديوس اللوج، لا نقول له هنا ايه، تعال نيجي نقول له ابلاي اوكي.
لو انت جيت هنا هتلاقي السيرفس شغالة. تعال نروح للتاني اللي هو السوري التاني اللي هو ده ايه. انا كنت بعمل في ايه؟ اه ده انا عملت ايه في التاني. خلينا نشتغل في برايمري. هذا البرايمري هنقول له مثلا هنا آدم، هنيجي هنا نقول له adam.com ماشي. وهنا استاس ايه، هنبقى هنا المونيتور على ايه، على 10. وهنا هنقول له هيبقى الكولكتر عندي ايه، 68، 10، 22، 222، و 192، 168، 10، 223. وهنا اه في هنا السوفوس كود ده احنا نسيناه هناك، لازم انت تغيرها تقول له هنا 10، 10، 254، وتقول له السبنت عندي اللي هو 192، 168، 10، 200. ممكن تقول له مش لازم يعني، ممكن تقول له عادي يعني، انت ممكن اي فلتر ممكن تقول له كده وخلاص اللي هو اوكي. وتقوم قايل له دي 900 اوكي، وتقول له هنا الاكسكلوجن عندك الادمنستريتور، هو المفروض يسينكوا مع بعض ماشي. نقول له سوفوس اللي داب، نقول له سوفوس دوت ستاس اوكي. ونيجي نقول له هنا ممكن اي بي اوكي، اي بي اللي هو الديشنال، و تلات وحايد اللي هو السيرتيفيكيشن اوثوريتي، تلات وحايد اوكي. هنا في الادفانسد ممكن اقول له 25، واجي اقول له ريديوس واقول له ابلاي اوكي. تعال نروح ده هنا عندي في هنا في الكوليكتور هنا 10 254. الله يوكي الله يوكي. تعال نروح تاني adam.com هنا اوكي. طبعا هنا الايجنت، طبعا هنا سوفوس ابلاينس اوكي. هنا تعال نخش على التاني لسه هنا، هنا آدم دوت كوم كلهم بسوفوس أبلاينس سيرف 10 أوكي، 10 22 ده أوكي. ونقول له أبلاي أوكي، هنفتحه تاني كلهم ذا سوفوس أبلاينس هو هيبدأ هنا يشيله. تمام انا اشوف هنروح نقول له 192. اه صحيح طبعا هو مش هيشوف اي جهاز، لازم ان انا اعمل جروب بوليسي هفتح عليها السوفوس استاس بوليسي اجي هنا الريستريكشن اللي هنا، اقوم جاي له هنا
الريستريكشن بوليسي، ونجي له هنا اد ونقول له الادمنستريتور. جلوبال ادمنستريتور هضيف فيها اللي هو الستاس او سوفوس، و جروب اللي هي دومين ادمن، دومين ادمن، دومين ادمن. اوكي، وهنا ابلاي. اوكي، تعال نروح هنا في جروب بوليسي نشير رول. تعالى في الامباوند هنيجي نقول له، ممكن اقول له فايل شيرينج طبعا عن طريق البنج، اقول له فايل شيرينج، واجي هنا اقول له الاكروبلاي. هاجي اقول له اوكي وفينيش، ولا وهاجي اقول له عن طريق ال WMI. عندك هنا بورت اللي هو 4 4 5، واللي هو 1 3 5. واحد واحد ثلاثة خمسة وأربعة أربعة خمسة فينيش. عندك اللي هو ثواني نشوف اللي هو سيرفس، بقول لك لا دي ريموت اللي هي ايوه اللي هي الار بي سي. يعني كده هو بيقول لك هنا الار بي سي و الار بي سي لوكيتور والدكوم، وده المفروض يكونوا لو انت هنا المفروض لو انا افعل دي المفروض الار بي سي تكون اللاود. وهنا في حاجة اسمها ايه، عندي مش ار بي سي، خلينا سيرش عليها. نقول له allow من Windows Firewall. ماشي، تعال نشوف هنا باراكودا. اوكي، هنا بقول لك ايه بقى، ار بي سي ريموت سيرفيس اللي هو البورت ده، وانا فاتح البورت ده. ماشي، البورت ده اللي هو 1 3 5 اللي هو الدكوم، والبورتات اللي هو الار بي سي. ماشي، انا فاتح دي خلاص. ماشي، مش لازم اخلص. ممكن نيجي هنا على السيرفر، ممكن نقول له
لوك انهيرتنس، نيجي نقول له انفورس دي وانفورس دي وانفورس دي. ماشي، تعالى هنا نقوم قايلين له جيب ابديت، جيب ابديت، ونروح للكلاينت يجيب ابديت. هنيجي نقول له جيب ابديت، تعال هنا تاني نقول هنا في الستاس بنصد لايف يوزر، طبعا جالي الاتنين ظهروا معايا اهوت إيه سالم وتاني. تعال نروح في تاني هنا المفروض طبعا هنا في الادفانسد شو لايف يوزر، طبعا هما هنا لو انا جيت قلت له 192 168 10 2 طبعا سكسسفولي، مثلا هنا 192 168 10 2 Network bus was not found. ماشي الـ agent تمام شغال، طبعا هنا الـ live user هنا نفس الـ live users. طبعا انت ممكن تيجي هنا تقول له سوفوس ترانسفيرنت، تقول لها ريستارت تمام، اقوم جاي قايل له تاني شغل. ماشي هو سيرفيد باي التاني. ماشي تعالى نيجي هنا في الكلاينت، المفروض لو انا جيت فعلت رولا او جيت هنا قلت له ادمين، قلت له اوكي تعالى نيجي هنا نفعل. طبعا هنا هتلاقي في اللايف يوزر ظهر معايا اتنين، لو انا جيت هنا جيت قلت له هنا في الديفولت وجيت قلت له هنا ماتش يوزر وقلت له اني اني زي ما هي كده اني، قلت له ابلاي اوكي طبعا المفروض هنا ده يخش معايا الانترنت بدون أي مشكلة لأن الاستاذ شغال. طب خلينا نشوف ده كده تاني، نخرج ونروح نخش باللوجن يوزر أو هو نفس اليوزر، مثلا اقول له مثلا ايه ماشي تمام. هنخش بس كده لوجن ونشوف بعد ما يعمل لوجن هيسمع معايا في الاستاذ ولا لا. ايوه ما سمعت.
التاني. ايوه سمعت، عملت سينك على طول. ماشي، طب تعالى هنا في اللايف يوزر. طبعا اللايف يوزر هتلاقي يوزرين، وهتلاقي اسماء دخلت معايا بدون ادنى مشكلة وبدون ادنى اي شيء. تعالى هنا نفتح الانترنت. طب انا عملت هنا اوثنتيكيشن، عملت هنا ديفولت، المفروض النت يكون شغال عندي. اه صح كده. عارف ليه ما اشتغلش النت عندي؟ هقول لك ليه. لاني هنا انا فعلت الاوثنتيكيشن وكمان الاكتف دايركت متفعل عليه. فانت المفروض هتيجي هنا، لو انا جيت هنا وقلت له مثلا لو انا مش عايز افعل عليه اليوزرات، فانا هاجي هنا في النتورك، هنا في الاوثنتيكيشن، وممكن اقوم جاي اقول له اي دي 1 وجاي اعمله. ممكن اقوم جاي اعمل رولة فوق كده، اقول له هنا ايه دي ناس بس كده، تقول له اني او ممكن تقول له من اللان اللي هي دي الوان، تقول له دي الناس. ماشي، وتيجي هنا تقول له لانت وين، وكنت جينا حاجة حلوة جميلة جدا كده، نقول له هلو. وهنا تقول له مثلا هنا اوكي، ونقول له اوكي. وهنا الابليكيشن نقول له هلو، نقول له سيف. عاملين احنا ايه في التوب؟ ماشي، هنا المفروض هي في التوب ب 3000. ايوه دون أدنى مشكلة. هنا المفروض كده كده حطيت وقت دايركتري، هنا أحطهم هنا اي بي ادرس بي بي سي. اوكي خلينا نشوف اسماء بعد ما نخلص. خلينا نشوف الجهازين دول يعملوا ريزولفنج ولا لأ. سي ام دي بينج على جوجل دوت كوم. طبعا لو ما عملش بينج على جوجل يبقى ايه دي الناس سيرفيس مش شغالة. طب ممتاز، تعال نروح على دي ان اس. دي ان اس سيرفيس. نعم، هم اصلا بيهدفوا على بعض. ماشي، نشوف بقى ايه. شوف النت اصلا شغال ولا لا. النت شغال، مش شغال النت. دي الناس جوجل شغال خلاص. التاني ده والله نفس الكلام، ده مش نت ريكومندد يعني في الحقيقة، يعني في حاجة كده بنعملها في الحقيقة مش ريكومندد إن أنت تعمل كده، يعني نبقى نعملها في الدرس التاني. بس إحنا النهاردة بنفعل الاستاس، مش بنفعل دي ان اس، بس عشان الناس ما كانتش طالعة فإحنا كنا بنشيك إن إيه الدومين طالعين إنترنت. تعال نشوف هنا
طبعا طلع انترنت عادي، يعني الدي ان اس ما كانش شغال. طبعا هتلاقي اخد انترنت جوجل شغال مش مشكلة، في نفس الكلام ده بس بيعمل لوجن. طبعا هنا لو جيت تبص هنا هتلاقي ايه، مسمع معاك الاستاس بدون ادنى مشكلة. طبعا عشان احنا ظبطنا الوقت وظبطنا كل حاجة في الدنيا مظبوطة عندك بدون ادنى مشكلة. حتى هنا هتلاقي ايه ثاني ابلود وداونلود شغال. فكرة الاستاذ سهل جدا يا جماعة، بس عايز بس ايه ان انت تظبط تمشي خطوة خطوة ومفيش مشكلة، يعني هتلاقي الدنيا تمام معاك. حتة ان انت يعني تستعجل وتنسى حاجة من النص كده هتلاقي ايه الاستاذ مش بيسنك، في يوزرات بتقع معاك والكلام ده على طول. انا ما عملت لوجن بيه، انا بص هنا لو انا جيت عملت لوجن بآدم مثلا، طبعا خليه هنا بس ده يخلص. طبعا هنا اسماء عملت لوجن، خلينا اعمل لوجن تاني بآدم. طبعا آدم هنا من كريت البروفايل، نقول له مثلا هنا اي 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 دي هيبقى هنا بص هنا هتلاقي ايه. لو انا رحت هنا هتلاقي هنا في الدومين يوزرز سمع معايا ادم على طول، يعني بص هنا ايه 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 اروج دي اللي انا دخلت بيه سمع معايا ادم بدون ادنى مشكله. شوف انا لو جيت هنا ايه ايه ادم سمع معايا اروج دي، ونفس الكلام هنا سمع معايا بسرعه بدون أدنى مشكلة. وحتى لو أنا رجعت خشيت إنترنت تلاقي آدم داخل معايا إنترنت بدون أدنى مشكلة. دي كده الاستاس لو أنت عايز تفعلهم، لو أنت عندك أكتر من دومين وعايز تفعل الاستاس عليهم بنفس الطريقة. طبعا لو انت عندك اكتر من شبكه هتضيفهم هنا كمونيتور نتورك. طبعا لو انت عندك في بي ان طبعا هتضيف المونيتور في بي ان او ريموت نتورك هنا، وهنا هتضيف الستاس كولكتور، هتضيف سوفس ابلاينس لهم هنا النتورك الجيتوي بتاعهم ايه. تمام، و زي ما انتم شايفين كده تعال نشوف ان اليوزر ده ماله ماله كده. ماله اليوزر ده طبعا هنا يا جماعة الميزة هنا بقى تطلع لك التقارير، هتطلع لك باليوزر. يعني هنا مثلا هنا مثلا هنا ايفنت ويندوز مش عارف ايه ده كده قبل ما انا ايه، فانا لو جيت هنا هتلاقي ايه ينزل لي الكلام ده. تعالى بس انا كنت عايز اعمل حاجة بس هو يعمل بس لوجن هنا. بس هو خلاص بس عشان السي 100% هنقفل دي كده. ماشي، المرة الجاية يا جماعة هنعمل السكيورتي هارت بيت ما بين سوفوس والإند وين. طبعا أنا هنا عندي الإند وين موجود عندي هنا، تعالى انا فصلت دلوقتي بس بكره ولا حاجه ان شاء الله هنفعل السكيورتي هارت بيت بتاعه سوفوس. عارف طبعا مش عارف اخش ليه هنا، هنخش باليوزر بتاع اسماء او ممكن نقول له مصطفى شاهين ام شاهين ام شاهين
نقول له باسورد مصطفى شاهين. بص يا جماعة الخير، هتلاقي هنا ام شاهين، تلاقي هنا سامع معايا على طول ام شاهين، وهنا برضو نفس الكلام. ام شاهين سامع معايا هنا، وهنا هتلاقي هنا في الكلاينت لو انا جيت هنا خشيت هتلاقي ام شاهين سامع معايا على طول بدون ادنى مشكلة. يعني موضوع ان هو يسمع من الاكتف دايركتري والكلام ده معاك يعني بسرعه. يعني انا لسه عملت اللوجن اهيت، لسه بيعمل لوجن وبقى في اللايف يوزرز وبقى على الفايروال. تمام، فامشي بس الخطوات ديت كده واحده واحده، وان شاء الله هتلاقي الامور معاك بسيطه. يعني مش هتلاقي حاجه فيها اي مشكله معاك. يعني دي عمليه الاوثنتيكيشن بتاعت، طبعا انا كنت عايز ادخل عن طريق انا عايز اخش عن طريق السيرتيفيكت. هنا شايف هنا اتش كيو ماشي، بس انا طب خلينا لو انا جيت موقع مقفول مثلا، تعال نيجي هنا نقفل الموقع. خلينا في الديفولت دي. انا جيت هنا قلت له اوكي، وجيت قلت له مثلا عايز بوليسي ديفولت بوليسي، عايز مثلا ريسك داونلود. عندي هنا كونتنت، تعالى عندي هنا مثلا عايز افعل السوشيال ميديا مثلا، هنا اقول له اقفل لي فيديو اند هوستنج، ممكن اقول له اول فيديو مثلا السوشيال ميديا. عايز بس يهتز بس حاجة، لا يوزر اكتيفيتي ممكن مظبوط، نقول له سوشيال نتورك اوكي، نقول له والله الاكشن والله، ونقول له سيف، نقول له سيف. لين هنا لو جيت قلت له يوتيوب، دول انا منزل السيرتيفيكت. يعني السيرتيفيكت المفروض تكون نازلة، يعني انا مفيش مشكلة رول، المفروض السيرتيفيكت دي بلوك نازلة. ماشي، خلينا نعمل ريستارت للجهاز ده ونشوف. لو كان السيرتيفيكت الجديد مش مشكلة عندي. هنشوف هنا اللي هو انا جيت هنا شفت عملت ريفريش، احمد سالم مش موجود، واحد بس موجود. ماشي، باسورد الحالة دي ان نلغي السيرتيفيكت اللي احنا عاملينها ونكريت واحدة جديدة.
بس ما فتحش اللي يعني السيركت التانية هنسميها مثلا ريت، هنسميها مثلا جي بي يو فايروول، جي بي يو فايروول آدم دوت كوم مثلا. هنا هي نقول 36، ماشي 36، وهنا نقول له أنا فيرول فيت ب 150، 168، نقول له 10، 54، نقول له آد، نقول له سيف. قال لك الابلكيشن موجودة، ماشي ممكن نقول له شعبية قريبة. مثلا هنا رياض، هنا رياض، رياض الاي تي مثلا، اي حاجة وخلاص. تمام نفس اللي كده. ممكن نيجي هنا في الادمنستريشن ديفايس اكسس، ممكن نيجي هنا باك ستاير، ممكن نيجي نقول هنا باك ستاير، سيرتيفيكت من الباك ستاير بتاعت جيفيرو دوت كوم دي دوت كوم، صح كده. اوكي تشيك كده ابلاي، سيرتيفيكت شغالة، ماشي اتش تي تي بي اس اتش كيو فايرول دوت ادم دوت كوم 2 3 4، تمام كله شغال. تعالى نشوف يوتيوب، يوتيوب جينا هنا قلنا في يوتيوب، طبعا ماسك معانا يوتيوب، فيسبوك هينزل معانا الفيسبوك دون أي مشكلة، ماشي كده زي ما انتم شايفين بيعمل لي أوثنتيكيشن ومفيش أي مشكلة عندي. أنا قلت له جوجل، تمام النت شغال ومفيش أدنى مشكلة، عملية الاستاس شغالة. لو جيت قلت له هنا يوتيوب مثلا، يوتيوب هنا مقفول، ماشي كده. ايه خلصنا النهاردة، اشوفكم على خير، في امان الله، السلام عليكم.